السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 28 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي، المستوى الثاني ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اكريت 3، أنشطة كتابية 3 والأنشطة الكتابية 4. شنو فيهم؟ فيهم حرف ان وفيهم لتحت حرف او، جوج غنديرو أنشطة كتابية عليهم. دابا عندنا في الأول حرف ان، اكريتور كتابة، وعندنا جيكري ان. شوف كيفاش كيتكتب ان، واحد الشريطة صغيرة هنا ثم كيتعاود. شتو؟ نزيدو ان أخرى تاني، عاود هكا هكا. شتو؟ شريطة صغيرة وكتعاود ودير ديك هاد الدورة هادي. نسينا ما درناهاش في هادو، معليش. شتو؟ كتعاود. دابا عندنا حرف نا، نا يعني ان ونزيدو عليها ا، ان نزيدو عليها ا، لاحظ معايا ان كنزيد عليها ا. شتو؟ ان تبعوا الطريقة، والأساس هو قراءة القواعد. بحال دابا ان هاد الشرطة لا نمشي نطلعها حتى لهنا، نتبعوا القاعدة كما كتقول، كما كتشتو في النموذج. حدنا الشرطة الأولى، حدنا الشرطة الأولى، ما نزيد. ثم شنو عندنا؟ عندنا أناناس، أناناس فاكهة الأناناس معروفة، نحاول نكتبوها هنا أ ان، نزيد عليها أخرى نا س. شوفوا اس كيفاش كدور بها، نعاودوها ا نا نا س، نعاودوها ا نا نا س، اناناس. واضح؟ دابا ندوزو لاكزارسيس اكري، تمارين كتابيه، نبداو نخدمو. شنو عندنا في السؤال الاول؟ قال لك جونتور، ندور، ندور على لي مو، ندور على الكلمات. او جو فوا ان، اللي كنشوف فيها ان، نقلب فين هما الكلمات اللي فيها ان. هنا لا مين، ها هي ان. اذا مادام كاينه ان كيما هنا ندور عليها، عمليه سهله. لا مين اسم شخصي، هنا فرير، فرير هاد ان ما كايناش، اذا ما ندورش عليها ما نقيسهاش. فرير هو الاخ. هنا با 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 ما فيهاش ان، اذا ما ندورش عليها. كوزين، كوزين هي بنت عمك او بنت خالك او بنت عمتك او بنت خالتك. ان هي ان كوزين، اذا ندور عليها. نياس، نياس قلنا هي بنت الاخ ولا بنت الاخت. نياس، لا نياس هي العكس ديال لو نوفو، ابن الاخ او ابن الاخت. هنا نياس بنت خوك او بنت اختك. نياس، نياس واش فيها ان؟ فيها ان ها هي، اذا ندور عليها هي ايضا. واضح؟ الان نمر الى التمرين الثاني. Je complète par N ou la M. نكمل هاد الكلمات هادو ب N ou la M. هنا شنو نقولو؟ neveu ou la meveu؟ واش neveu ou la meveu؟ بطبيعة الحال لو neveu هو ابن الأخ أو ابن الأخت. هنا نقولو la famille ou la famille؟ بطبيعة الحال la famille، العائلة. هنا نقولو le déjeuner ou le déjeuner؟ بطبيعة الحال لو ديجوني هو الغدا. هنا نقولو أنينة ولا أمينة؟ بطبيعة الحال أمينة. واضح؟ ندوزو دابا الحرف آخر، هو حرف أو. تبعو معايا، شوفوا حرف أو شنو مطلوب منا في هذا الحرف. قالك غنكتبو جيكري، أكتب أو وموراها غنكتبو نو. اذا نبداو ب او،
شفتوا نمشيو من هنا كنديرو هكا وندور. او دابا عندنا نو 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 هاد خص تكون العين ديالها مفتوحة بحال هنا ماشي بحال هكا كتسد، لا خصها تكون مفتوح نو بحال هادي، هاد ستبون تبان البيو ديال الداخل العين ديالها مفتوحة هاد، واضح نو. دابا ندوزو لا ديكتي الإملاء. في الإملاء شنو هما الكلمات اللي عطيونا باش نكتبوهم اللي خصنا ندربو عليهم بعدا في الدار مزيان؟ شنو هما الكلمات؟ هي دوما غدا دوما، شتي كيفاش كتكتب دوما غدا؟ شنو موراها؟ موراها غنكتبو لو ميلون البطيخ، لو ميلون لو ميلون. ثم شنو موراها غنديرو لا كوزين، لا كوزين هي بنت عمك او بنت خالك، لا كوزين متخلطاش مع لا كويزين المطبخ، لا كوزين هي بحال لو كوزان بنت عمك او بنت خالك، ولد عمك او ولد خالك، لو كوزان لا كوزين، واضح. ندوزو السؤال الموالي، هادو بعدا ضروري تولفوا عليهم مزيان وتحاولوا تخدموهم مزيان باش يسهل عليكم. هنا اكزيرسيس اكري، عندنا جو كونستروي لي مو، نعاود نكون هاد الكلمات، نحاولوا نخمنوا شنو هاد الحروف هادو، شنو نقدروا نكونوا بهم. تابع معايا مزيان، شنو نقدروا نكونوا بهاد الحروف هادو؟ لاحظ جيدا هنا غوبا غوبا هي وجبة أكل، غوبا استعملنا أغ، أو موراها، بي موراها، أ وموراها أس في الأخير ما كتنطقش أس، واضح. نشوف شنو آخر، هاد الكلمة اش كتعني، دو مثلا ما دو ما، ولكن هادي أس، سامودي سا مراء سا ام او م د ثم اي سا م دي ثم مراها كاك جو كومبليت بار او ولا او، او ولا او نكمل ب او ولا او. عندنا هنا دومينو يعني او، ما نقولش دومينو لا دومينو. ثم عندنا اون، نقولو اون سومان ولا اون سومان، اون سومان اون سومان. عندنا هنا نقولو لو ولا لو بطبيعة الحال لو، ونقولو نوفو ولا نوفو بطبيعة الحال نوفو. اذا فهمتوا الفرق، واضح. هكا كملنا صفحة 28 الى اللقاء.